الأخت شهد من الرياض، تفضلي أختي شهد. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن أكلم الشيخ؟ تفضلي أعطينا السؤال مختصرا يا شهد. يا شيخ، أبي أسأل عن الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة والوقار. المقصود بداية الأذان أو بداية الإقامة؟ طيب، واضح السؤال. تقول بالنسبة لحديث إذا سمعتم الإقامة فأتوا إليها مطمئنين يا شيخ، هل هذا في بداية الأذان أم في آخره؟ نعم، هذا يشمل كل من يمشي لصلاة الجماعة في المسجد، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، وفي رواية فأتموا. لأنه إذا سمع الإقامة فهذا يحفزه على السرعة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: لا تسرع، امشوا عليك السكينة. وهذا هو السنة، سواء مع سماع الأذان أو مع سماع الإقامة. فإذا مشى إلى المسجد لصلاة الجماعة فإنه يمشي بسكينة، لأن خطواته مكتوبة، كلما كثرت الخطوات كثر الأجر في ذلك. ولأنه إذا جاء مسرعا فربما يدخل في الصلاة وهو مشوش ثائر النفس، فيحصل عدم طمأنينة في الصلاة. نعم.